الطابه الاولى 2، الطابه الثانيه 1. الطابه الثالثه 3، 1 2 3. الطابه الرابعه 4. واو واو واو، شو هالسرية الحلوة، 1 2 3 4، أرقام اليومية 4 لليلة، عن جد حلوين بس جايين حيلا. إذا تكستون مشاهدينا بقلكن ألف مبروك. لنفترض تكستون بالدور، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب4000 مرة، وإذا تكستون حيلا أصلا مثل ما هن المبلغ المدفوع بتضربوه ب150 مرة. من اليومية 4 بننتقل أنا وياكن للسحب الأخير، يومية 5، على أمل كمان يكونوا الأرقام حلوين. يلا عن جديد، أول طابة لشبكة اليومية 5 لليلة رقم 8. الطابة الثانية 8 كمان، مش غلط، 8 8. الطابة الثالثة 3. الطابة الرابعة 8 كمان، حلوين حلوين، 8 8 8 3. وآخر رقم معنا لليلة 5. إذا هودي هن أرقام اليومية 5 لليلة، 8 8 3 8 5. مشاهدينا إذا تكستون مثل ما هن بالدور، المبلغ المدفوع اضربوه ب40000 مرة وهيك بتعرفوا قد ايه بتربحوا مصاري. أما إذا تكستون حيلا، المبلغ المدفوع اضربوه ب350 مرة. هودي كانوا نتائج صحبتنا لليلة، نتائج كتير حلوين. هلا رح نرجع نتأكد من سحب الليلة مع أستاذ جلال، تفضل. سحب يومية رقم 812 لنهار الجمعة 12 نيسان 2019، الأرقام الرابحة بسحب يومية 3 6 8 1، بسحب يومية 4 2 1 3 4، بسحب يومية 5 8 8 3 8 5. شكرا لك جلال، ألف مبروك للربحين. أكيد ألف مبروك لكل الأشخاص يلي نقشت معهم الليلة، أما الأشخاص يلي ما زبطت معهم بسيطة، بتقدروا تجربوا حظكم معنا الأسبوع الجاي وكل يوم من الاثنين للجمعة. من هلا لوقتها بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء. هيدا تقرير خطي من شخص مستعد يحلف بالمحكمة كم مرة شاف فادي فايت على الشركة وظاهر منها هالكم يوم. العمل حلو بريء، وكان عم يخطط كل شيء ويسرق من زمان. فضحوا بيك، شيله من هالدنيا. فضحته أمك، سيحة من الدرب. وإذا عرف إنك فضحته. فادي، شرف لعندي على المكتب عمو المعروف. هول ملفات كانوا على مكتب فادي، رح اتركهم عندك. فيك تطلع على قيمة المسروقات وعلى نوعية المعلومات اللي تسربت. أنا رح أرجع على مكتبي، وإذا ظهر منه أي شيء ما بيطمن، طلبنا بسرعة. في شيء؟ اسأله. صار شيء؟ عجل، ليش ما قلتوليش من الاول انه صاحبنا ما اكتفى؟ فيك تنقل؟ هيدا التقرير قدامك، تنقل انك عم بتزورهم؟ عم زورهم لصلاه معروف، مين اللي قدرت تعرفه؟ الخوي جابوليك، اسألوا، عديقة، لاقي اسمي احسن، او اعمل حسابك، من بكره رح يبلش التحقيق، ويكون بعلمك انا ما بروح رخيص.
هيدا هو الشخص اللي عامل فينا هالشغل كله؟ فادي اعطى موظف بشركتنا. فادي اللي وثقت فيه وعشوائي خليته يتدخل بحياتي الخاصة. الأوراق واضحين، الملفات موجودين، كله بدل انه عم يتصل بغيرنا ويسرقنا. الأجندة، كله بالأجندة. الأيام خلصوا، الأجندة ما انكبت. أي أجندة؟ ماما شو بكي؟ ابن عمي، ابن عمي ما بيعوي، بيعض. ابن عمي يا ماما ليه عم تعقدي لي اياها؟ ابن عمك بتحبيه وباركتي لي ببنته كمان. طيب روقي 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 روقي، ما رح يصير شيء، بعدين بنحكي. روقي روقي. انت فل هلا ابن الخواجه زياد بيعمل لي رجعتك.